مرض السرطان ما بيميز بين كبير وصغير، لا جنسية ولا دين. لما بيجي وقته ما بيعطينا ولا لحظة، بيجتاح جسمنا وبيتمركز، ومن دون ما نشعر منلاقي حالنا عم نخوض أكبر معركة بحياتنا. ضيفتنا هلأ مشاهدينا هي اللي اكتشفت ورم والدتها. للأسف عند اكتشاف هالورم كان المرض بمرحلة متقدمة، وبعد نضال استمر سنة ونص هالسيدة الشجاعة خسرت المعركة وفقدناها. سيدة دنيا الحاج فقدناها من 3 أسابيع عن عمر 54 سنة، واليوم معنا بنتها حتى تخبرنا عن قصتها. برحب بالسيدة غنى ونسا. أهلا وسهلا فيك يا ست غنى، شرفتينا إن شاء الله بفرصة. تسلمي، الله يرحم والدتك، إن شاء الله تكون نفسها بالسماء وتكون من سكان الجنة يا رب. بدي رحب كمان بخالك، أهلا وسهلا فيك سيد غسان حج علي، شرفتنا وإن شاء الله بتسلم. الله يخليك يا رب. الله يخلي لك عائلتك وتكون خير أحزينكم يا رب. ميرسي، كلك ذوق. نحن كثير منقدر وجودكم معنا، ما فينا نتصور الألم اللي أنتوا عشتوه، فقدين شخص هالقد عزيز على قلبكم، خاصة الوالدة بعد وقت هالقد كثير قصير. ألم ما بينوصف وجرح ما بيتبلسم، ما في كلام ببلسمه. اليوم حبينا نستضيفكم حتى نستعرض للمشاهدين أنه قد ما كان الطب متطور، قد ما كان الوعي كبير، بتبقى إرادة ربنا أقوى وفي حالات منخسرها. ولكن القدر كان ظالم كتير بعائلتكم غنى، مش بس فقدتي والدتك بشكل مأساوي، كمان والدك انخطف منكم، هو كان من ضحايا طيارة كوتونو عام 2003. لما الوالدين بينخطفوا بطريقة مأساوية منكم من دون أي تحضير، قدي هالشي بيزرع حقد بالإنسان، أو هل كان إيمانكم أقوى من هالشي؟ حقد كلمة كبيرة كتير. أكيد بالأول دايما في غضب، بتسألي ليه، بس إيمان دايما بيساعدنا نتخطى هالمرحلة ونقول أنه بالنهاية كلنا على هالطريق. ماما كانت إنسان كتير كتير مؤمنة، يعني لما كنا نحن شوي نسأل تقلنا الحمد لله على كل شيء، دايما نقولوا الحمد لله على كل شيء. هذه إرادة ربنا، هذه إرادة ربنا وهذا قدرنا، واللي بده يصير بده يصير. الحمد لله. مرض السرطان ما كان بعيد عن عائلتكم، يعني الوالد السيد غسان كان عنده سرطان الدم لوكيميا، اختك كمان واجهت مرض سرطان الثدي وشفيت منه، وكل هالوقت الست دنيا ما كانت واعيه على حالها، ليش نوعا ما هملت حالها؟ ما كانت تعمل الصوره الشعاعيه بشكل دايم. هو كان هيدا الغلط، انه كان الخوف هيدا اكبر سبب للإنسان يفوت بمتاهة ما كان لازم يفوت فيها. لو كانت عاملة أي صور أي أشعة أي شيء لكانت جنبنا كل هالمتاعب وهالمآسي يلي مرت فيها على سنة ونص من العذاب. والحمد لله، يعني بهاي بنصح يعني جميع الستات النسوان الرجال، يعني ما يقصروا ابدا بالفحوصات. على اهم شيء بهالايام هلا الفحوصات. عاد ما حدا بيعرف امتى بيجي دوره. غنى، والدتك ولا مره عملت فحص الماموغرافي الصوره الشعاعيه، مع انه من بعد تشخيص خالتك انت كل سنه كنت تقولي لها لما تجي بموسم الصيف يا ماما روحي اعملي صوره الماموغرافي، هل قد كان عندها خوف او قلق، او بتحسي هيك بداخلها كانت حاسه انه ممكن هالشيء يكون عندها وما بدها تعرف مثل ما كتار بيقولوا؟ هلا كثير ناس بيقولوا انه انا ما بيصير لي. بس ماما كانت ام سنجل مام لثلاث بنات، سو كان دائما خوفها انه علينا اكثر من شيء ثاني. يعني هي كانت انسانه تفكر دائما بالغير اكثر ما تفكر بحالها، سو هذا كان عائق كبير كثير انه خليها ما تروح تعمل فحوصات. دائما انا ماما روح اعملي مامو تقلي. هذه الصوره لست دنيا اللي شفناها قبل. أعطينا فكرة عن حياة ست دنيا قبل تشخيصها، قبل مرضها. ماما كانت إنسانة بتحب الحياة كتير، كتير متفائلة. كل العالم بيحكوا عن بسمتها. كانت البسمة ما تفرق بوجهها أبداً أبداً. كانت تحب العالم، ومثل ما قلت لك كانت مهم كل العالم حواليها مبسوطة.
يعني حتى لو كان على صحتها على حالها كان مهم كل اللي حواليها مبسوط ومرتاح و very sociable وحكة وكل شيء هي تعمله وتروح وتجي. يعني هالسنة ونص كانت مش بس صعبة على إنه مرضت، صعبة على إنك تشوفي وردة عم تدبل وما في بإيدك تعمل شيء. نعم، وبهالموضوع ابتديت حلقتنا مع وردة وأهمية العناية فيها وإلا بتدبل وبتموت. سيد غسان، أنت رفقت أختك بكل هالمرحلة، بكل لحظة عشتها، كنت من أقرب الناس لإلها، وكمان أعز صديقة لإلها عاشت هالمرض، يعني كانت كتير قريب منه، وبالنهاية أثرت مع نفسها. كيف تلقيت هالخبر وأنتو كيف تلقيتوا هالخبر لما تم تشخيصها هي بهالمرض؟ هي لما رحنا لعند الحكيم أول ما شو اسمه شفت وجهه للحكيم، أنا بعد ما ظهر من فحص عرفت أنه عندنا مشكلة كبيرة. ظهرت وحكيت أنا مع الحكيم، قال لي كتير مؤخرة تشخيص المرض، على كان almost 7 inches 8 centimeters. هيدا it was a shock لإلي، على نحنا كنا مثل ما قلت لك مرقنا بمراحل كتير صعبة، وهيدا المرحلة كانت كتير صعبة على الدنيا كل عمرها، مش إنه بس أختي، أنا وياها في فرق سنة ونص بس بيناتنا، بس بقول لك دنيا يعني نص التاني كل عمرنا مع بعضنا. دنيا كانت كل الدنيا لإلك. إيه والله. غنى، أنت اللي اكتشفتي ورم والدتك، كنتوا على البحر سوا نهار أحد وشفتي شيء فوق صدره. إيه هون فوق جهة شمال، كانت نايمة عم تتشمس وكنت عم طلع هيك. هلا انا كنت كل احد روح معه، يعني كان سنه بس شي جمعتين بشيحين على البحر، يعني اقول لك قد كان سريع تطوره، تطور سريع كثير كثير كثير. يعني حتى امبارح كنت عم بطلع على صور، كنا دائما انا كنت 9 اشهر حبله، سو كنا دائما انه هيك انا وياها ننزل على البحر و سو فيقتها عشان كان مغمض عيونها، قلت لها ماما شو هيدي؟ صارت تغطي. نعم. تاني نهار رحت عند الحكيم، ما نطرته، عملت الفحوصات التشخيصية، ونهار الجمعة يعني بعد 5 أيام بلشت العلاج الكيميائي الكيموثيرابي. يعني بأقل من أسبوع تغيرت حياتك كليا، مش بس حياتك، حياتكم كلكم كلنا. يعني شو كان العلاج؟ أخذت عدة جلسات كيموثيرابي كخطوة أولى؟ نعم، أخذت 6 جلسات كيموثيرابي، بعدين عملت العملية، عملية استئصال بأيلول بعد عدة أشهر. نعم، عملت كامل الجهة الشمال. نعم. ونص الجهة اليمين. بعد ما خلصت العملية صارت أحسن، بلشت راديو. نعم. 6 أسابيع، يعني بنوفمبر 2016 كانت الحمد لله كل شيء منيح. نعم، بديسمبر يعني خلال شهر رجع المرض، ولكن هالمرة كان شرس أكثر بكثير. شو صار هون؟ شو كان البروتوكول الطبي اللي اعتمدوا الأطباء؟ هون البروتوكول إنه كان نبلش كيمو من أول وجديد، وبلشنا علاجات، يعني علاجات مكثفة كتير جدا. يعني ما كانت تتجاوب أبدا، على ولا علاج، يتجاوب جمعة جمعتين، مرة مرتين ويعود يقلب علينا ويرجع الدكتور يغير البروتوكول. يعني عملت 4 different protocols بين جانوري وأبريل. نعم، لأنه كان المرض عم يعمل ميوتيشن أو عم يتعدل حتى يحارب أي علاج أو دواء بيتقدم له. ب29 الأول أكتوبر عن عمر 54 سنة توفت الست دنيا بعد نضال استمر سنة ونص وعذاب كتير مثل ما وصفتولنا، ولكن لآخر لحظة من حياتها كانت كل الوقت إيجابية، كانت كل الوقت متفائلة، كانت دايما تعمل مشاريع وتقول when I get better، لما أتحسن بدنا نعمل هيك. من وين كانت تستمد هالقوة غنى؟ مثل ما قلت لك ماما كانت إنسان كتير مؤمنة، وأكيد يعني من إيمانها كان كتير كتير سعادة، وكان بناتها نحنا وحفيدتها والعائلة. يعني من أول ثانية تشخصت ماما بالكانسر العائلة كلها حواليها كل يوم، يمكن من خوفها عليكم ولحمايتكم قد ما كان عندها خوف وقلق، ما حبت هالشيء إنه يظهر، حماية لكم خاصة يعني أنه أنت كنت حبلي، يعني 9 أشهر حبلي أول ما تشخصي بأول طفلة لإلك، بالوقت اللي هي لازم تكون سيندي لإلك، اضطريتي أنت تلعبي هالدور، الدور كتير شكل عبء عليك.
وبس حتى بمرضها ما حسستنا يعني تساعدني تجي تنام عندي تساعدني بالبيبي بعد ما ولدت. ما قالت اي ولا مره ولا مره بتسمعيها قالت اي اما نقت، بالعكس هي تروقنا، هي تعطينا معنويات انه ان شاء الله فتره وبتمرق ومالي و... She was a very strong woman. نعم. رفقتها بكل هالمرحلة سيد غسان أختك بالنهاية، ولكن قليل ما نسمع أنه خي أو رجل بيقضي كل هالوقت، يعني صبح ظهر وعشية أنت كنت إلى جانبها بالمستشفى مزبوط. بكل اللحظات كانت موجود، ولا نهار استسلمت، ولا نهار يأست، ولا نهار بكيت، ولا نهار شكت لربها ليش أنا؟ أبداً أبداً. يعني الدنيا قد ما قلك أنه مرة مؤمنة بكل معنى من الكلمة عن جد، وكانت تضلها تقول عبكرة عبكرة الشهر الجاي لحتى يعني، وكانت من النوع يلي عندها هوب عندها أمل رهيب بكل شيء، ما تحسسنا ولا يوم ولا يوم إنه هي موجوعة، هي she's given up أما متضايقة أما أبدا أبدا أبدا. رح نكمل حديثنا ولكن وقفة قصيرة ونتابع، خليكم معنا. نرجع لحديثنا مع السيدة غنى ونسا والسيد غسان حج علي، عم نحكي عن وفاة والدتها وأخته سيدة دنيا الحج عن عمر 54 سنة من مرض سرطان الثدي. قبل بثلاث أيام من وفاة سيد دنيا احتفلتوا بخطبة أختك، كيف كانت ليلتها وكيف كان هالاحتفال؟ ما بتتخيلي قد كانت مبسوطة، البسمة ما فرقت وجهها. كان هي كان صار فترة ما عم تقبل تشوف حدا عشان كانت كثير تعبانة، يعني العائلة خوالها خالاتها أصحابها كان أول مرة بتشوفهم بفترة 4-5 أشهر. كان كثير حلو، كانت كثير مبسوطة، تعيط للكل يقعدوا حدا تتصور معهم، وفرحتها لأختي شذا كانت لا توصف يعني. تتصور وما حبيت تأجل لأنه هالقد كانت مصرة أنه الحياة تكمل مثل ما لازم. أبداً أبداً. نعم. يعني كانت دايماً مثل ما قلت لك بكرة. نعم. بعد شهر غنى قبل بنهار من وفاتها جمعتكم كلكم حولها بالمستشفى وقالت لكم بحبكم، حسيتي بهاللحظة أنه معقول تخسروها؟ هلا نحن كنا عارفين حقيقة الأمر من الحكيم، يعني قلنا عندها أيام معدودة بس ما قلنا قدي. هلأ نحن لما فتنا على المستشفى كان مثل الروتين، كنا دايما نفوت على المستشفى وأبدا أبدا ما كنا عارفين أنه حنفوت وكان يكون آخر مشوار. وحتى هي يعني كانت تعبانة، كنت أكتر مرة تعبانة فيها وتقول مالي بكرة في أحسن كانت عندها هوب يعني. نعم. حتى نفس النهار اللي توفت فيه حكيم اجا ليعمل لها بروسيجر وقالت له اليوم شوي تعبانه بكره. نعم. بركب في احسن. نعم. بس الحمد لله يعني نامت و غادرتنا. لو كانت السيده دنيا عم تعمل الصوره الشعاعيه مثل ما لازم، لو تم كشف هالمرض بشكل مبكر قد ايه كان عندها نسبه شفاء اكبر؟ كان عندها نسبه شفاء اكبر بكتير يعني. نعم. ومش بس الشفاء، كان هون عليها العلاجات، على اخذت علاجات صعبه جدا جدا شرسه، على قد ما كان المرض ده شرس مزبوط. هالقد كانت مزبوط. العلاجات تعبت قوية. تعبت كتير. نعم. يعني كان خفف عليها هيدا التعب وكان طول بعمرها اكثر وكانت عاشت نورمال لايف. نعم. حياه طبيعيه جدا. نعم. بس هيدا يعني القدر، يمكن هيدا ما كنا هون نكون معك اليوم. يا ريت كنتوا معي لظروف مختلفة وكانت هي موجودة معنا تخبرنا عن قصتها كيف حاربت هالمرض وربحت، كنا بنتمنى هالشيء. غنى بنتها لدنيا، أم لميلة عمرها سنة وشوي وامرأة، شو تعلمتي من هالتجربة الأليمة؟ تعلمت إنه no one is safe from cancer، يعني الكانسر مش مرض حيصير لحدا تاني، مش حيصير لإلي. وهيدا المرض ما بيأثر بس على المريض، بيأثر على حواليه كتير كتير،
يعني بغير كل شيء بالحياة. يعني واحد ما يفكر بس بحاله بس يروح يعمل فحوصات، يفكر باللي حواليه اللي بحبوه، عشان هالمرض شرس. يعني قد ما يكون خفيف وقد ما يكون قوي، it's still very very aggressive. نعم. وبغير نمط الحياة، بغير كل شيء. يعني واحد بس ما يفكر بحاله بس يروح، بس بيفكر بهالمرض، يفكر عن جد كل أحبه، مش كرماله كل اللي بحبه. السيد غسان، شو بتقول لكل النساء اللي عم بيحضرونا اللي بعدهم مش مقتنعين بأهمية الصورة الشعاعية؟ لا، لازم يقتنعوا، لازم على قد أحبائهم، على قد أولادهم، على قد عائلتهم، لازم. يعني ما بدها شيء، فحص very simple. مرة بالسنة، مرة بالسنة. واسألوني إنه it's only 15 minutes. صحيح. 20 minutes you will save your life and your family. شو أحلى صورة عن دنيا باقية براسك؟ أختك بسمتها يلي ما بتفرقني أبدا. غنى، كيف رح تتذكري الوالدة؟ بعدين الله يخلي لك ميلا وتضلي فوق راسها يا رب. أنا بشكرك كثير هالشهادة المؤثرة اللي قدمتوها. يخلي لك عائلتك سيد غسان. الله يخليك ويخلي لك عائلتك، وإن شاء الله بتكون خاتمة أحزانكم. إن شاء الله نكون نحن مع هالشهادة المؤثرة وعينا كل النساء والصبايا اللي عم بيحضرونا حول أهمية الاهتمام بنفسهم، الاستماع لجسمهم، الكشف المبكر، الفحص الذاتي والصورة الشعاعية لمحاربة هالمرض الخبيث. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. شكرا. شكرا. واقفين مشاهدينا ومنتابعين.